بمناسبة العام الجديد ستبدأ مسابقة على القناة، سيكون معنا 10 فائزين، كل فائز 50 روبل. ستوزع الجوائز يوم 1/1/2021 الساعة 1 مساء. للاشتراك في المسابقة كل ما عليك هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق محفز لنا ويوجد به رقم المحفظة ومشاركة الفيديو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زائد إعجاب بالفيديو. والله الموفق، أتمنى الفوز للجميع وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو ما تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا موقع تعدين يا شباب جديد على عملة تي ار اكس او توران، بنترجم باللغة العربية يا شباب. هنا بيقول لك بدء التعدين توران، هتحط عنوان محفظة العملة وهنا بتحط كود سري وتعمل بدء التعدين، يبدأ اشتغل معاك خطة مجانية. هنا بيقول لك في الخطة المجانية اهو ايام العمل هتشتغل 10 ايام، الربح اليومي 2%، يعني كسب في اليوم 1 دوكوين، 1 من العملة. السعر عودة كاملة 10، يعني الحد الادنى للسحب من الموقع هو 10، يعني بعد انتهاء ال10 ايام هتقدر تسحب الارباح بتاعتك. وهنا بيقول لك الخطة التانية لمدة 10 ايام 20%، دي الخطة الاساسية، كسب يومي بيقول لك 10، السعر 50، عودة كاملة 100. يعني انت بتشتري الخطة ديت الاساسية بيقول لك الكسب يومي 10، السعر انت بتشتري ب50 بتكسب 100% يا شباب، بيكسب 100%. هنا برضو بيقول لك 10 ايام كسب 60 في اليوم، السعر 300، المكسب 300، يعني 600 بعد 10 ايام 600%، يعني بيدعي 100% بعد 10 ايام يا شباب. دي الخطط الموجودة في الموقع. وهنا دي اسئلة واجوبة. هنا الموقع بيقول لك ادي اليوم 1 شغال، اجمالي المستخدمين، اجمالي المودعين، اجمالي السحوبات، ودي خدمات التواصل الاجتماعي للموقع. هنيجي للتسجيل يا شباب، هنحط هنا العملة وهنا عنوان المحفظة وهنا الباسورد ونعمل تسجيل دخول او بدء. زي ما انتم شايفين انا اديلي كده، انا سجلت في الموقع طبعا امبارح، امبارح اول امبارح انا كنت مسجل في الموقع وسبته ورجعت له. فالمهم انا دلوقتي عندي 4 من العملة. تمام، هنا تقدر تعمل سحب لو انت عندك رصيد وصلت للسحب من هنا، يقول لك الحد ادنى 10، وطبعا انت مسجل بعنوان المحفظة، تعمل ويز دروم، رصيد هيوصل لك على طول، بياخد 2 عمولة 2%. تمام، دي اول حاجة عرفناها السحب. وهنا التعدين شغال معانا مجانا. من هنا صفحة الحساب، ومن هنا رابط الإحالة بتاعك، تقدر تنسخ الرابط وتعمل تروج له وتجيب إحالات، بيديك 10% على أي حالة تودع عن طريقك. طبعا دي الخطة اللي احنا شرحناها من بره الموقع. كل عليك لو انت عايز تشتري مثلا أي خطة من الخطط ديت، أنا بقول لك ايه السحب الكلي إجمالي الإيداعات. ومن هنا برضو الخانة بيقول لك ايه، لو لوحة القيادة، عملية الشراء، الحساب، تسجيل خروج. عملية الشراء من هنا يدخلك هنا. لو انت عايز تشتري اي خطة من الخطط ديت، طبعا بتدوس على عملية الشراء بالشكل دوت، هيحولك على المحفظة اللي انت هتعمل عن طريقها ايداع، بتحدد العملة وبعد كده بتعمل تكميل وبتوصل لل، اول ما بيوصل للموقع تخلص العملية بيوصل لموقع الايداع.
بيظهر في الحساب بتاعك. تمام يا شباب، دي كده الخطة المجانية بتاعتنا، ودي كانت كل حاجة على الموقع. لو خدنا على صفحة الحساب بتاعتنا هتلاقي هنا بيقول لك، لو شلنا دي كده ده العنوان بتاعنا. المفروض تعمل العملية دي، بتحط هنا عنوان العنوان البريد الإلكتروني بتاعك، بعد كده بتحط الباسورد وتعيده وتعيده تاني، وبعد كده بتعمل حفظ كده. الإيميل بتاعك اتحفظ في الموقع، لو حصل أي مشكلة في حسابك تقدر تتواصل معاهم ويحلوا لك المشكلة. وعندنا هنا بيقول لك ديبوزيت الإيداعات بتاعتك، هنا نسبة السحب الودائع الإحالات، هتلاقي ده كله هنا. طبعا مفيش أي حاجة لسه، والموقع لسه جديد. وبكده يا شباب أكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.